لو كانت قادرة على اختيار مسيرة حياتها من جديد لاختارت تان داي مينغ طريقا آخر بدلا من حرفة حياكة شبكة الخيزران. ولحياكة شبكة الخيزران حول هياكل الخزف، شرائح الخيزران التي تستخدمها تان داي مينغ رقيقة كالشعر، ومن كل 50 كيلوغراما من الخيزران يستخرج 0.8 كيلوغرام من شعيرات الخيزران. تكرر عملية شق الخيزران حتى تشكل منه شكلا مستطيلا رقيقا على إثر حياكة شبكة الخيزران حول الخزف الأنيق. هذا العمل يستغرق شهورا، لا تحيك شبكة الخيزران فقط بل تصب جهودها الحرفية فيها أيضا. بنهاية كانون الثاني من عام 2013 سيقبل عيد الربيع بعد 10 أيام. البائعون في السوق سيرجعون إلى بلداتهم، ولذلك هرعت تان داي مينغ إلى السوق لشراء مجموعة من أكواب الشاي المصنوع من الخزف الأبيض. هذه سوق اللوتس في تشاندو، وهي السوق الأكبر في المنطقة الجنوبية غربي الصين. بنيت في 800 القرن الماضي وشهدت تغييرات تاريخية بعد سياسة الإصلاح والانفتاح، لكن ومع زحف المدينة تنافرت بيئتها السيئة والمزدحمة مع أذواق الناس الجديدة. بعد عيد الربيع هذا سيهدم السوق بالكامل، وهذه الأيام هي أيام الانتقال الأخيرة، حيث يقوم هؤلاء الباعة بحسومات، وتأمل تان داي مينغ أن تشتري مجموعة جيدة ورخيصة من أكواب الشاي المصنوع من الخزف الأبيض. إن الخزف الأبيض هو هيكل لحياكة شبكة الخيزران، ولهذه الحرفة اسم آخر، ألا وهو شعيرات الخيزران حول قوالب الخزف. إنها لا تحمي وتعزل الخزف فحسب، بل تستخدم كنوع من الحرف التي تقدم المتعة للناس. تان داي مينغ تريد صناعة زخرفة تعكس المستوى العالي لمهاراتها، ونظرا لسيادة ثقافة الشاي تخطط لصنع مجموعة من أكواب الشاي ثم تبيعها بسعر جيد. ليس لدى تان داي مينغ قنوات شراء ثابتة، ولذلك تذهب إلى السوق لشراء الخزف بنفسها كل مرة، لكنها عادت أمس من سوق اللوتس دون نتيجة، واليوم ذهبت إلى سوق الشاي. أخبرتها صاحبة المحل إن معظم الزبائن يفضلون الخزف الذي نقش عليه صور، وقليل منهم يطلبون أكواب الشاي المصنوعة بالخزف الأبيض، ونادرا ما تشتري الخزف الأبيض، ويبدو أنه من الصعب كثيرا لتان أن تجد قوالب الخزف الأبيض ذات الجودة الجيدة. لا خيار عند تان داي مينغ إلا أن تركب مجموعة من أكواب الشاي مع الإبريق. إن جودة قوالب الخزف لا تتطابق ومطلب تان داي مينغ، ولكن لا بد لها من أن تنفق المزيد من التفكير في حياكة شعيرات الخيزران، مما يحول الخزف العادي إلى زخرفة فنية أنيقة بيديها. سيتشوان غنية بالخيزران، وقبل قرن كانت منتجات الخيزران من مستلزمات الحياة. إن الحرفي تشانغو تشانغ هو من اخترع حرفة شبكة الخيزران حول هياكل الخزف، وأبدعها على أساس حياكة شرائح الخيزران العريضة، حيث شق الشرائح إلى شعيرات رقيقة ومرنة، واستعمل الخزف كقوالب،
وحاك شبكة الخيزران حولها، وهذه الحرفة سبقت شبكة الخيزران حول هياكل الخزف. الأواني المنسوج عليها شبكة الخيزران كانت من لوازم الحياة، وبمرور الوقت أصبحت زخرفة ذات نفع. صنع شعيرات الخيزران بحاجة إلى خيزران جيد ينبت في مكان يستغرق الذهاب إليه ساعة بالسيارة من تشاندو. قبل سنوات بدأت تان داي مين تشتري شعيرات الخيزران من أحد ورش عمل الخيزران المحلية، ومن أجل أن تبين لنا إجراءات صنع شعيرات الخيزران كلها، تان داي مين أخذتنا وزوجها إلى ورشة العمل حيث يقطعان الخيزران مع معلم الورشة سويا. خيزران تس الطعام الرئيسي للباندا، ونظرا لطوله فهو أفضل المواد الخام لصنع شعيرات الخيزران. الخيزران في هذه المنطقة مرن وقشرته لامعة ومرقشة بسبب قربه من منبع النهر النقي. بعد اختيار الخيزران بعناية، الجزء الصالح لصنع شعيرات الخيزران هو خمس طول الخيزران الكاملة، أي إننا نستخرج 0.4 كيلوغرامات من شعيرات الخيزران من 50 كيلوغراماً منه. بعد نقل خيزران إلى الورشة لابد له من أن يقشر فوراً قبل أن تجف الخيزران، وبعد جفاف شرائحه بشكل تام يكون جاهزاً للشيء. يمسح سطح الشرائح باعتدال بحمض الكبريتيك المخفف، ثم يشويها على النار مرتين، ويشق شرائح الخيزران مرة أخرى ويقص الأجزاء الزائدة، وفي النهاية يغمر الشرائح في ماء الكلز المخفف لأسبوع. إن هذه الطريقة تثبت اللون الأحمر الذي يظهر بعد الشيء. بالطبع من الممكن أن يصبغها بألوان أخرى حسب الطلب. تيبو إجراء لقشرة الخيزران عن الشرائح، وبعد غمرها لمدة أيام يمكن للحرفي أن يقشرها من بداية الشريحة لنهايتها وبالسماكة نفسها، وكل هذا يرجع إلى جودة المواد الخام الجيدة. ثم يشق شقوقاً صغيرة من رأس قشرة الخيزران بنصل حاد كي يستخرج الشعيرات منها. وفي النهاية يسحب الشعيرات بأداة تسمى يونداو، من ثم سيكون لها المواصفات نفسها. وهذه هي الإجراءات الكاملة لصنع شعيرات الخيزران. زوج تان داي مينغ حرفي أيضا، وكان يعمل في مصنع الأدوات الياشمية حيث يمتلك مهارات الرسم، ولذلك هو مسؤول عن رسم تصاميم الزخارف لزوجته. لقد واكبا مسيرة حياكة شبكة الخيزران عقودا واخترعا أعمالا كثيرة. إن حياكة زخرفة الباندا العمل الأكثر روعة في أعمال تان داي مين. الباندا حيوان مثالي في سيتشوان،
وتان داي مينغ تحيك مجموعة متنوعة منه. ومن أجل أن تبدع عملاً يمثل مهاراتها، تان داي مينغ اختارت شكل الباندا الذي تعرف حياكته جيداً مرة أخرى. في الواقع، عندما كانت تان داي مينغ متدربة في مصنع حياكة شعيرات الخيزران، حاكت في معظم أعمالها الباندا. عرض في معرض بنما الدولي بسان فرانسيسكو عام 1915 عمل لحياكة شعيرات الخيزران أرسله محافظ سيتشوان، وفاز بالميدالية الفضية. فذاعت شهرة الحرفة. أسست اللجنة التجارية في سيتشوان قسم حياكة شعيرات الخيزران، وعينت تشانغو تشونغ لتعليم الحرفة. لم يمض وقت طويل حتى ازدهرت حرفة حياكة شعيرات الخيزران حول القوالب في سيتشوان. عام 1929 جاء لين شاو تشين إلى تشاندو وتعلم هذه الحرفة من تلميذ تشانغو تشونغ. وعام 1954 وظفت الدائرة الحكومية المعنية لي تشاو تشين، حيث بدأ بتعليم هذه الحرفة. وسرعان ما أسس مصنعاً لحياكة شعيرات الخيزران في تشاندو، وأغلب منتجاته حياكة شعيرات الخيزران حول القوالب. يي بو جين، حرفية حياكة شعيرات الخيزران، دخلت إلى تشاندو في سبعينيات القرن الماضي. تعلمت يي بو جين الحرفة من لين تشاو تشين ونقلتها إلى تان داي مينغ. مضت 3 عقود كرمشت العين، وطرد مصنع حياكة شعيرات الخيزران عماله عام 2003. ومنذ ذلك الوقت تان داي مينغ تكافح في هذا الحقل لوحدها. استأجرت محلا في سوق التحف للترويج لأعمالها، مساحته لا تتجاوز 10 أمتار مربعة، ولكن تجارتها ليست جيدة كما توقعت بعد سنوات. لديها أمل كبير تجاه هذه المجموعة من أكواب الشاي، وتريد أن تعمل عليها جيدا من صميم قلبها. قشور الخيزران هذه رقيقة كالأوراق، تقسمها بدقة ثم تصلح المسافة بين المصلين وتضيقها، وتمرر الشعيرات منهما كي تجعل قطر الشعيرات لا يتجاوز 0.5 ملم. وبعدها ستقص تان داي مينغ الشعيرات التي تستخدمها كخيوط طولية، وترققها من منتصفها بحسب حجم القوالب، وهكذا يمكنها أن تتلاقى وتتناسب في الأسفل. الحرفيون يسمون الشعيرات الطولية جذعا، وهذه الخطوة هي تقليم الجذع. تنظم الشعيرات المقصوصة على قاعدة خشبية نظامية، وتثبت الشعيرات الطولية بالشعيرات البنية التي تستخدمها كخيوط عرضية، ومن ثم تبدأ حياكة الشعيرات دائرة بعد أخرى. طرق الحياكة المختلفة تؤدي إلى تفاوت في تركيب شعيرات الخيزران، ولا بد لقاعدة القالب من أن تكون قوية. تان داي مينغ تستعمل طريقة الحياكة التقليدية، وهي الطريقة الأكثر قوة لتجميع شعيرات الخيزران. بتجميع شعيرات الخيزران يتكون قرص النسيج في الأسفل، والخيوط الطولية تنبعث من المركز، والمسافات بين الخيوط تصبح أبعد فأبعد. وفي ذلك الحين يحين الوقت لإدراج الجذع، أي إضافة خيوط طولية جديدة، وقبل ذلك إصلاح حجم الجذع إجراء ضروري.
顶着是茶巾，茶巾呢就是把切了，就是那种瓜子的形状。بإضافة الشعيرات الجديدة يزداد عدد الخيوط الطولية ما يؤدي إلى زيادة حجم الحياكة. طول شعيرة الخيزران محدود، فبعد أن يتم حياكة شعيرة واحدة عليها أن تبدلها بشعيرة أخرى، حيث تخفيها في نهاية الشعيرة السابقة، ورأس الشعيرة الجديدة تخفيه بذكاء في شعيرة طولية عريضة، وهذه الخطوة تسمى إخفاء الرأس. من ثم تعود إلى الحياكة، وهكذا تدغم تماما الخيط الطولي الجديد مع الخيوط العرضية. تمت حياكة قاعدة قالب الخزف تقريبا، ومن أجل أن تجعل قاعدة حياكة الخيزران متناسبة مع قاعدة قالب الخزف، عليها أن تضبط زاوية انحناء الشعيرات. وفي هذه الخطوة تان داي مين تضغط على الخيوط الطولية رويدا رويدا، حيث تتلاءم الشعيرة مع القالب، مما يشكل انتقالا طبيعيا بين القاعدة والجدار الجانبي. ولتجنب كسر شعيرات الخيزران الجافة، تمسح الماء عليها بين الحين والآخر أثناء عملية الحياكة لتزيد مرونتها. وتلائم بين شعيرات الخيزران في الجزء السفلي من القالب، وهذه الحياكة حول جسد القالب تمتن القاعدة. تلصق شعيرات الخيزران المحاكاة في الجزء السفلي من القالب بالغراء، وبعد أن يجف لا تحتاج إلى لاصق خلال الحياكة. في بداية عصر الإصلاح والانفتاح كانت الصين في حاجة إلى إعادة الإنتاج. استهل مصنع حياكة الخيزران عمله، لكن حالته تفاقمت. بمرور الوقت وتطور العلم والتكنولوجيا انخفضت تكلفة المنتجات البلاستيكية والخزف والمعادن تدريجياً، ما سبب تأثيراً كبيراً على مصنع حياكة شعيرات الخيزران. بعد عام 2000 أفلست أغلب مصانع الحرف التقليدية أو أعادت هيكلتها، ومن المفروض على هؤلاء الحرفيين الذين كانوا يعملون في هذه المصانع أن يواجهوا خيارات جديدة في حياتهم. ذاقت تان دان مين المرارة التي سببها اقتصاد السوء، وكانت مرتابة في اختيارها. وبالنسبة إليها، إن الشيء الأكثر إيلاما ليس فقد العمل، بل تحمل كل المخاطر الكائنة في خيارها وحدها بعد مغادرة المصنع. اعتقدت أنه كلما عززت من جهودها كمعلميها ستبدل حياتها لأخرى سعيدة، لكن الحقيقة خيبت أملها. إن تان داي مين ذاتها تجاهلت ما ينقصها. خلال 3 عقود من العمل أتقنت مهارات حياكة شعيرات الخيزران التي ورثتها من معلميها، حتى إنها أفضل منهم. وأثناء ابتكارها لكل عمل تطلب من نفسها أن تجرب أشياء جديدة. هذه المرة تخطط لاستخدام طريقة جوفاء لكسر نمط عملها وجعله حيويا. بعد حياكة الخطوط المموجة، تان داي مين تقطع كل الخيوط الطولية وتبدلها بشعيرات أرق وتنظمها من جديد لحياكة صورة الباندا وأوراق الخيزران.
الآن ستبدل الجذع القديم بجذع جديدة وتستعيد عن الشعيرات العريضة بأخرى أرق. تستخدم شعيرات الخيزران الفاتحة اللون وتقسمها إلى قسمين وتدخلهما في الثقب، وخلال حياكة الدوائر التالية لتحيكها مع الخيوط العرضية. بعد حياكة بضع دوائر تبدلها بالشعيرات ذات اللون الفاتح نفسه وتضغط هاتين الشعيرتين بها، وهكذا تنتهي من حياكة ورقة الخيزران. تحولت منطقة وينشوفانغ من شارع تاريخي قديم إلى شارع تجاري جديد، وغاية حكومة تشاندو أن تحوله إلى شارع للحرف اليدوية. المطورون العقاريون لم يعقدوا معرضا للحرف اليدوية فحسب، بل دعوا وارثي الحرف لفتح محلاتهم هنا. كثير من الحرفيين المدعوين كانوا يعملون في مصانع الحرف مثل تان دايمين. ونظرا إلى نمط الإدارة الفعال، المحلات هنا مزدهرة حقا. قبل سنة وجهت دعوة لتان دايمين لفتح محل هنا، فكرت بأنها إذا فتحت المحل هنا فتكلفته تتعدى 5000 شهريا، لكنها ليست متأكدة من أنها تستطيع أن تربح كافيا لتتحمل التكلفة، حيث إنها لم تأخذ قرارها. في النهاية لم تخطو هذه الخطوة، لأنها عندما أرادت فتح المحل أصبح وين شو فانغ أشهر وحجمه توسع، ولذلك شروطه أصبحت أكثر تجاه الحرفيين الذين يريدون فتح المحلات، ما أدى إلى زيادة التحديات التي تواجه أصحاب المحلات، وهذه الظروف تضايق تان دايمين كثيرا. إن حياكة الخطوط هي الخطوة الأكثر تعقيدا، لأنها تشبه التطريز. عليها أن تجد أنسب طريقة لصياغة شكلها، لكن شعيرات الخيزران مختلفة عن الخيط اللين، فطبيعة المادة تقيد إبداع الحرفيين، لذلك إن حياكة شعيرات الخيزران كالرقص المقيد. في ذلك اليوم جاء ضيف يعمل في مؤسسة تجارة دولية، قال إنه أتى إلى تان دايمين خصوصا بعد أن عرف أنها تحيك الخيزران في سوق التحف، وأحضر الفيديو القيم الذي صوره تايواني في التسعينيات وأطلع تان دايمين عليه. عندما رأت صورة مدير المصنع في الفيديو اختلطت مشاعرها.
الكلام الأخير في الفيديو لفت انتباهه. قبل 20 سنة أبدى الصانع قلقه حول مستقبل حياكة شعيرات الخيزران على قالب الخزف. تستمر تاندي مينغ في صنع أكواب الشاي. إن حياكة صورة الباندا تتطلب جهدا أكثر، وهي تحتاج إلى حرفية ماهرة وصبر كبير، وحياكة صورة الباندا الواحد تستغرق أسبوعا. العشرين من آذار عام 2013 انتهت تاندي مينغ من عملها. بعد قطع الشعيرة الأخيرة انتهت من إبداع هذا العمل بعد 40 يوما. طريقة الحياكة معتدلة وشكلها طبيعي وخطوطها تنبض بالحيوية. كل شعيرة خيزران فيه قوس مرات حيث إنها كانت ذات حجم واحد. الحرفة استخدمت طرقا متنوعة ما يشكل خطوطا فيها روحانية، ولا ريب أن أعظم عمل هو حياكة شعيرات الخيزران حول الخزف. لو كانت قادرة على اختيار مسيرة حياتها من جديد لاختارت تاندي مينغ طريقا آخر بدلا من حرفة حياكة شعيرات الخيزران. لكن تاندي مينغ حاكت حياتها وقدرها مع شعيرات الخيزران، ومن المستحيل لها أن تنفصل عنها أبداً.